خير. صباح خير. لا لا نهار زوين. المهم اليوم الفيديو هذاك غندوي عليه شحال هادي كنت غنديرو شحال هادي في ايام الاولى اللي بوزت فيها 69، ولكن بما انني نسيتو فقلت اليوم ان شاء الله غنحاول نديرو ما غاديش ننساه. الفيديو غندوي على 69 بصفه عامه، شنو الاخبار اللي طرالي، شنو وقع لي من بعد ما خرج من الحبس، البلانات اللي طاري لي غادي نبارطاجيها معكم بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش. وبالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش اللي كيعرفوا يقدروا يشوفوا شي حوايج اللي ما عمرهم. المهم غندوي معكم نيشان كيما كتعرفوا حاليا البوبليك مابقاش عنده شي حاجه سميتها العاطفه واللي كيخدم غير الدماغ ديالو، راه كنتمنى حتى الناس اللي كيتفرجوا الفيديو يكونوا كيخدموا غير دماغهم بلا ما يتبعوا العاطفه. فالبلان قلت لكم ان الفيديو علاش دايرو ولا علاش قلت شي ايام كنتبع الموجه على ود الفيوز فقط، علاش؟ لان القناه غبرت على واحد الشهر فرمت لها التفاعل، فلما تبعش الموجه وما تبعش الموضوع اللي ديجا من بوزيان فما غاديش نجيب فيوز وما غاديش نجيب ناس جداد. فهادشي اللي كيفكر ليا فراسي واخا لحقت سابقا من بعد النتيجه، ولكن ان شاء الله دابا تبان النتيجه. ديما كيبقى عندي الامل ان شاء الله تكون شي نتيجه. المهم هادو اللي كون يشاف المواضيع ديال 69 بلا ما نطول عليكم بزاف، فانا بغيت فقط انك تبغي دير واحد كومونتير لتحت وتخلي واحد لايك. هاد جوج حوايج هما اللي يخليو لاشين يطلع عند ناس اخرين، فهذا شي كومونتير خاطي واحد لايك الناس غادي يشوفوا فيديوهات اخرين نلعب ثاني غادي يعجبهم. الا مكنتيش ابوني بيان ستوب ابوني اش كتسنى تابوني دابا. ما نطولش بزاف في هاد الهضره، ندخلوا نيشان في الموضوع ديال 69. شوف كاملين كنعرفوا ان 69 كان مقبوض، وكاملين كنعرفوا انه كان تحكم عليه بزاف البلانات اللي كانوا طراو ليه. كانوا قالوا ليه بزاف البلانات منهم انه اغتصب شي دري، انه كان كيبيع في المخدرات وكيبيع في الاسلحه، ومن بزاف البلانات اللي خلي الشرطه الامريكيه ان تضغط على 69. قبطوا وشدوا حكموا عليه بالسجن لمده عام، ما كملش داك العام وخرج. بزاف الناس ما عارفين شنو السبب اللي خلى 69 ما يكملش داك العام ويخرج. السبب هو انه كان مريض بواحد، السبب ان جا مع جائحه كورونا ولا فيروس كورونا، فهو كان مريض بالضيقة او بالزدرقة. قال المحامي ديالو انه مريض بالضيقة، فطلب المحامي ديالو من القاضي انه ينخفف من الحكم ديالو لانه كاين فيروس كورونا. كما كنعرفوا السجون ما كيكونش فيهم وقاية كافية انه باش يحمي راسو من فيروس كورونا. فالقاضي حاول يتفهم الوضع ديال 69 وقال ليه غادي تخرج ولكن غتكمل مدة السجن ديالك في البيت ديالك. كيف ما كيسموها، ان كاين بزاف الناس كيكملوا مدة السجن ديالهم في البيت، كيسقوا ليه واحد الجهاز اللي كيكشف البلاصة فين كاين هو بالضبط باش ما يخرجش من البلاصة اللي فيها، كيخلي ديما في البيت وكتكون الاف بي اي حاضية ولا الشرطة حاضية مراقبة ليه الباب ديالك. هذاك المدة دوزو في الدار، طلب من القاضي انه ما يخرجش من الدار نهائيا وما ينتقلش لبلاصه اخرى الا بالموافقه ديالهم يكونوا عارفين هو شنو غايدير. وقال لي حاجه اخرى انه ما يستعملش السوشيال ميديا واحد المده تقريبا ديال شهر من بعد ما خرج من الحبس، لان استعمال السوشيال ميديا غادي تحدد المكان ديالو. كيف ما كنعرفوا ان 69 بعد ما خرج راه كان مهدد بالقتل، لانه كان مشاب صحابو لانه غدر صحابو، وكان انه في اي لحظه يقدروا يجيو العصابات ويقتلوا العصابات اللي مع صحابو والعصابات اللي ضده. فهو ما بغاش يعرفوا البلاصه ديالو بالضبط، ما بغاش يعرفوا المكان ديالو بالضبط. داكشي قال لي ما استعمل السوشيال ميديا باش ما يتعرف البلاصه ديالك بالضبط. دات تقريبا مده شهر من بعد 69 حط اول البوم ديالو ديال الكوبا، ومن داك الالبوم ضرب ملايين المشاهدات في مده قصيره، كان بوز في داك الوقت بزاف. المهم ماشي بزاف دابا باش حطو، فراه فايت 100 مليون فيو في مده نهار، كان فات 100 مليون فيو. طلب 69 ملي كان هو في ديك المده ديال 69 ملي كان في الدار طلع لواحد البلان اللي كنظن بزاف الناس ما عارفينوش، كان خرج باش يصور واحد التصويره ليا هذه باش يحطها في انستغرام. ملي خرج كانت واحد الصديق واحد الجاره ديالهم شافته. بالنسبه لحاجه اخرى ان 69 بعد ما خرج ما داوش شي فيلا ولا شي قصر باش يسكن فيها، فراه داو الاحياء بحال الاحياء العاديه فين كيسكنوا كاع الناس اللي كيسكنوا الناس اللي على الطبقه المتوسطه. فهو راه سكن في واحد الشقه ولا في واحد المنزل اللي هو عادي، وماشي شي منزل اللي محمي بزاف، ماشي شي قصر ولا شي فيلا، فراه شي كامل داروه باش ما تشوفوش الناس، ما يعرفوش الناس بالضبط فين ساكن. فهو ملي خرج للبالكون باش يصور ديك التصويره، ديك الفتاه ولا ديك البنت شافته وفرحات، فراه كنظن اي واحد في بلاصتهم غادي يفرح على 69 ساكن في جنبهم وغادي يصوروا لانه واحد الانسان اللي مشهور في السوشيال ميديا. فاي واحد كان بلاصتو غادي يصوروا وغادي يفرح. فالبنت فرحانه كتصور في 69 انها ساكن حداها وانها فرحات انه ساكن في الجنب ديالها، ونشرات الفيديو في السوشيال ميديا. الفيديو دار بوم في البلاصه ديك الساعه، وديك الساعه تعرف المكان ديال 69. ديك الساعه الشرطه ديال الاف بي اي جات حطات ليه المنزل ديالو باش ما يجي حتى واحد ديك الساعه في ذاك الوقت. فالبلان اللي كانت دارتو الفتاه كانت غتسني على الموت ديال 69 وهي ما على بالهاش. دازت هاد المده كامله حتى 69 حتى الساعه باقي عنده العقوبه السجنيه ديالو، وحط الالبوم الثاني ديالو مع ميكي ميناج، نسيت الاسم ديالو بالضبط، ولكن الالبوم كان ناضي وزوين بزاف. فديما الالبوم اللي كيحطهم كيضرب ملايين المشاهدات، لانه واحد الانسان اللي كيخدم الموسيقى ديالو كيخدم لي فيديو كليب وكيعطي قيمه لهذا الشيء اللي كيدير، فهو خلى ان هادشي يطلع ودغيا يبان عند الناس. وحاجه اخرى اللي كان قال 69 وبزاف الناس ما عارفينهاش، انه ملي خرج راه ماشي واشي، وانه ماشي بايع الماتش، فراه صحابو اللي كانوا معاه كانوا تاهما خدعوه، تاهما كانوا مشاو كانوا جاو ضده، وكانوا جاو ضربوه ملي كان قبل ما يتم القبض ديالو. فراه صحابو ما بقاوش صحابو نهائيا، داكشي علاش مشى بيهم وما تسوقش ليهم. فراه اي واحد في ديك البلاصه غادي يدير نفس البلان، وغادي يمشي يقولها الشرطه وغادي يقول لهم انا صحابي كذا كذا، لانهم غدروه وما بقاوش معاه في الصحبه الحقيقيه
الحقيقيه اللي كان معاه ولا في العصابه ديالو. فهذا هو البلان اللي خلى 69 يمشي بصحابه. بعد ما شرحهم بعد ما دار اللايف الاول ديالو يضرب ليه 1 مليون المشاهده، قال لهم هادشي كامل اللي قلت لكم دابا، وكان كيدوي على كان كيستهزئ بالناس اللي اخر تيقول لهم انا خرجت من الحبس زعما وهالمينوت ما بقاش عندي. فهادشي اللي كان كيقول لهم باش الناس زعما ما يبقاوش باش بحال كيستهزئ بالصحاب ديالو اللي كان مشابهه. فهادشي داكشي اش خلى 69 في الكليب ديالو يقول واحد بارتي ديال انني رجعت، بقى انت طالع لك الدم ولا براسك، المهم انا رجعت. المهم هادشي كامل كان طريق ليه في اللايفات ديالو وكان قالو في الكليبات ديالو بجوج. الكليب الاخر ديال ميكيني ميناش عجبني صراحه بزاف، صرته في الفيديو كليب، فهو كيعطي اهميه بزاف في الفيديو كليب. الامور ديالو كاملين راك تعرفوا شنو كيبان في الفيديو كليب، فهو كيعطي اهميه بزاف هاد الامور. المهم هذه اخر معلومات ديال 69، كنتمنى نكون فدتكم شويه، كنتمنى نعطيكم شي حاجه اللي ما شفتوها، وكنتمنى انكم تبارطاجيو اوماكس الفيديو بيان سور غير باش تطلع القناه ديالي ماشي شي حاجه اخرى. فكنتمنى انكم تبارطاجيو القناه. تلاقاو فيديو جاي ان شاء الله، خلي معاك واحد لايك وكومونتير، اهم حاجه كرد ليها البال هي لايك وكومونتير. الا كنتي ما ابونيش حاول تابونا بيان سور الى عجبتك القناه، ما كنبزش عليك تابونا، فراك واش انت حر في راسك دير اللي بغيتي. كان معكم حمزه خنتي، تهلاو لي فراسكم.